السلام عليكم الاخوان والاخوات، مرحبا بكم معايا من جديد. كما كتشوفوا انا حاليا كنتواجد في بروكسل. كما قلت لكم البارح انني غادي نجي لبروكسل باش نصور الاحداث ديال ديك القافله اللي جايه من باريس، القافله ديال الحريه اللي ضد الاجراءات وضد باسبور كوفيد وضد بزاف ديال المسائل. فهنايا من بروكسل صراحه كاين واحد استفار امني كبير بزاف، روينه نايضه هنا في بروكسل، كاين بزاف ديال البوليس في اي مكان. هنوريكم دابا، تشوفوا معايا الطياره من الفوق، البوليس في كل بلاصه. غادي دابا نصور معكم، غادي نشوف واش غادي نقدروا يخليهم يوصلوا لهنا ولا لا. غادي تشوفوا معايا دابا الاحداث من قلب المكان ان شاء الله. خليكم معايا اخوان والاخوات. كما كتشوفوا معايا هنايا انايا كنتواجد قدام البرلمان الاوروبي، كاين واحد السنفار امني كبير هنا في بروكسل، طياره هليكوبتر والبوليس كما كتشوفوا معايا هنايا في هذا الشارع هذا اللي قريب البرلمان الاوروبي. هو غير هنايا، هو غير هنايا كاين واحد السنفار امني كبير بسبب ديك المظاهره اللي دايرين جايين من فرنسا من باريس وداخلين هنا لبروكسل. كتسناو نشوف الاحداث شنو غادي يوقع بالضبط. كلشي كيتسنى هنايا، الناس كما كتشوفوا معايا غادي مرونه هنا في بروكسل اخوان. كما كتشوفوا راه من قلب الحدث، هادشي اللي وعدتكم انني غادي نصور لكم. انا جيت نصور باش تشوفوا معايا بالضبط شنو وقع في بروكسل، ولكن هنا كيتسناو القافله وكيتشوف انا ما خلوهمش يدوزوا. لاحظتوا معايا، شوف على السنفار امني كي داير، يعني الدنيا مطرقه بزاف، ما كاين منين تدوز، البوليس من كل جهه ما باغينهمش يوصلوا حتى للبرلمان البلاصه هذه. القضيه مرونه مزيان، كتشوفوا معايا هادشي هذا، كاين صحافه، كاين يوتيوبرز، كاين كلشي. كما كتشوفوا معايا هنايا صحافه يوتيوبر كلشي كيصور، فهادشي هذا هادشي اللي كيبشر بالخير صراحة، الله كيبشر بالخير وكيبين بأن الحمد لله ولا كاين الوعي. أنا كنتسناو دابا واش غيخليهم يدوزو ولا لا. البوليس، البوليس من أي بلاصة دوز منها كنلقى فيها البوليس، أي بلاصة فيها البوليس، أي بلاصة. ليبرتي 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 ليبرتي. اه بيان سيغ الفو سينو، لما دارو شي هكا راه ما غاديش يتحركو الناس. لاحظتوا معايا التجمعات بدات كتكبر شويه، بداو كيتزادوا الناس دابا، هذا الشيء مزيان. كنظن انا من العشيه غادي يزيدوا لك بزاف. شوفوا معايا الاخوان، دابا جاوا البوليس، القضية دوزت تصحات شوية، كونترول ديالها بصح. هادشي كله ضد انك تقول لا. لاحظوا معايا، المهم هما ما كيضربوش ولكن دايرين الاحتياطات ديالهم واجدين. انت ما يخلي ما غاديش تخلي حتى شي واحد يجي تما.
حماق حماق هذا الجو ديال بروكسل. عاد دابا هي الشمس وكذا صافي تقلب الجو بلات كطيح الشتاء ما الناس راه شاعلين مزيان صافي دابا داك الشتاء كطيح كما كتشوفوا الناس دابا صافي انطلقوا يديروا لا مارش. انتم الاخوان كنصوركم من قلب الحدث بروكسل كما وعدتكم. هادشي كما قلنا كيبشر بالخير صراحه, هادشي كيبشر بالخير الحمد لله. نتمنى ان الوعي يكثر والناس تنتفض وتنوض تغوت على هادشي هذا الاجراءات اللي كيديروا, فماشي في المصلحه ديال المواطنين طبيعه الحال. كل ما كانوا الناس بزاف كيقولوا لا كيغوتوا كل ما كلشي يبقى في الصالح ديالنا طبيعه الحال. الصوت فوقاش كيتسمع ملي كيكون اغلبيه, ملي ما كتكونش الاغلبيه الصوت ما كيتسمعش. اذا لابد من الاغلبيه انها تكون باش الاغلبيه ما كاين والو. غادي نشوفوا واش غادي يوقع دابا. انا كنلام بزاف. نحن مراقبون, شوفوا معايا الزيار ديال بصح. دابا هما تما الطياره كيصوروا جميع الاحداث, كيصوروا كل شيء مراقبه ديال بصح. اللي خلى الاستنفار الامني انه يكون كبير بزاف هنا في بروكسل هو باش ما يمنعوش ان اللي كما كنقولوا المانيفيستاسيون ولا المظاهره تكبر بزاف وتكون منظمه, واللي هما ما بغاوش توصل لك النيفو هذاك. داكشي كاين هذاك الاستنفار الامني في اي نقطه كتلقى الكونترول كيحاولوا ما امكن يمنعوا الناس انهم يتجمعوا. فكان هذا هو الهدف ديال البوليس هنا في بروكسل باش ينقصوا من ديك التجمعات باش ما يكونش داكشي كبير. طبعا راكم عارفين ان هما جميع الدول تقريبا اتفقت على نفس الاجراءات, ولكن الحمد لله ان شاء الله النصر قادم, النصر قادم ان شاء الله وغادي تحقق الامان ان شاء الله. تبقى ما بقى شي بزاف ان شاء الله, تفائلوا خير. واحد الحاجه اللي هي مزيانه بزاف اللي ان الناس بدات كتفيق وبدات كتخرج وتغوت وتقول لا لهذيك الاجراءات كامله. فهادشي هذا يعني كيعني بان الناس وعات بان كاين شي مخطط اللي ماشي هو هذاك. كما كتشوفوا معايا راه الطرقان كامله اللي كنت داخل بروكسل الطوموبيل فيما كنت كندوز كنلقى الكونترول ديال البوليس. واحد الحاجه اللي لاحظتها ان اي طوموبيل كتكون مثلا عندها ماتريكولا فرنسيه كيوقفوها. كما كتشوف معايا الطياره من الفوق قاديه مزيره مزيان. الى قدرت انني ان شاء الله ندير شي حاجه اخرى ولا نلقى شي تجمع اخر نصورو غادي نحاول ما امكن انني نسجل معكم الاحداث. ربما ندير فيديو اخر الى قديت. المهم الهدف من هادشي هذا كامل هو ان كنت وعدتكم انا غنصور قلب حدث شنو وقع هنا في بروكسل. كما كتشوفوا معايا يعني الكونترول هانتا كونترول ديال بصح ما تقدرش تحرك. ف داكشي كان ديجا بروغرامي بالبارح فهما كيديروا خدمتهم معنا ما نقولوا. هادشي اللي كاينه. كنحييكم كامل من الاخوان اينما كنتم, وحتى الفيديو القادم اللي قديت نزيد فيديو اخر ان شاء الله في هذا الحدث هذا اللي هنا في بروكسل غادي نزيدو. فكنتمنى ان شاء الله النصر للحريه النصر للحريه. طبعا الحريه هي كل شيء, حنا كنقلبوا على الحريه دابا فقط, حريه لا اقل ولا اكثر. فخليتكم لخير وما تنساوش الاخوان بارطاجيونا الفيديو, دعمونا بلايك, خلي الفيديو ينتشر باش الناس تفيق شويه. ان شاء الله النصر قادم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.